أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة دائما على شاشة إكسترا نيوز والممتدة حتى الساعة 9 مساء، والتي نخصصها للحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 واستمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين ومتابعة جولات ونشاط الحملات الرئاسية للمرشحين. تفقد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي والسيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة لقاء لجنة المتطوعين والكيانات الشبابية بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي بممثلي الكيانات الشبابية في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وخلال اللقاء عبر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بممثلي الكيانات الشبابية المشاركين في اللقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بالمحافظات، مع التأكيد على أن الحملة قائمة على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة في عقد لقاءات متعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري وخاصة الشباب للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم. وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي أن المرشح حريص بشكل مستمر على تنمية قدرات الشباب وتمكينهم من خلال برامج التدريب المختلفة والمعتمدة على القيادة واكتساب التجارب الدولية، مثمنا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدا أن الشباب هم الأمل في المستقبل. للمزيد بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني انطلقت رسميا الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة بالانتخابات الرئاسية لمدة شهر، وده بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهم السيد عبد الفتاح السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم. شايف تلك الخطوة المهمة ازاي في تاريخ مصر، وشايف الانتخابات دي ازاي وهي خامس انتخابات تعددية في مصر وفيها أربع مرشحين عندنا ثلاثة من أحزاب واتجاهات وأيديولوجيات مختلفة ومرشح مستقل طبعا السيد عبد الفتاح السيسي؟ تفضل. وصراحة المشهد السياسي مشهد رائع وجميل، مشهد ديمقراطي بيعبر عن كيان الدولة المصرية ومؤسساتها المحترم اللي بتحترم الرأي والرأي الآخر وتحترم كافة البرامج وكافة المفاهيم اللي بتقوم عليها عملية الحريات والديمقراطية والوقوف على مسافات واحدة من الجميع دون تحيز كما وضح جليا في الفترة الماضية. هذا يدري بالور وهذا يعبر عن برنامجه الانتخابي، والكل في سياق واحد لرسم صورة حضرية عن مصر الديمقراطية، مصر الأمن والأمان، مصر القادمة بقوة نحو قاطرة الاقتصاد القوي الذي يعلي من شأن مصالح الدولة المصرية في كافة المجالات، بداية من التنمية المستدامة وإنشاء الطرق والكباري والاتصالات و اكتشافات الغاز والبترول والمدن الجديدة، والأكثر من ذلك هو التعبير عن الحريات وإعلاء تطبيقات النصوص الدستورية وإعلاء مفاهيمها العملية من خلال هذه الممارسات الديمقراطية الجيدة التي تؤكد وتعبر أننا نعيش الآن أزهى عصور الديمقراطية بوجود أربع مرشحين، كل منهم له برنامجه، كل منهم يحاول الوصول إلى سلطة الحكم عن طريق الصناديق الانتخابية وعن طريق تفعيل مفاهيم الديمقراطية الواسعة التي تستوعب الجميع والتي تعطي الحقوق الدستورية الواردة في نصوص الدستور بالمواد 87 92 أن حق التصويت لكل مواطن، حق الترشيح لكل مواطن، ولا يجوز لقانون أن
يمنع هذه التطبيقات العملية للدستور. هذا ما أرساه بفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة السابقة. لهذا وجدنا أننا أحزاب سياسية تواجدنا على الساحة السياسية لما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني يجمع الأيديولوجيات المتنوعة والمختلفة على مائدة واحدة للخروج بمخرجات طريق بالدولة المصرية لحل المشكلات العالقة والمشكلات الاقتصادية ذات الوضع الذي يحتاج المزيد من الجهد للقضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة والمزيد من الإنتاج والمزيد من الانتعاش الاقتصادي لمواجهة ارتفاع سعر الدولار ومواجهة ارتفاع الأسعار، كلها جهود كبيرة تقوم بها الدولة المصرية. وإن كنت أريد أن أؤكد بأن مصر أصبحت الآن دولة ذات عمق استراتيجي للأمن القومي العربي، لما تبين ذلك وظهر بوضوح جليا من خلال الأزمات المتنوعة التي سقطت فيها الدول المختلفة وآخرها ما يحدث في غزة. هذا موقف الدولة المصرية الدولة القوية. طيب أستاذ طارق، لو بنتكلم عن نفس النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها أنه الأمن القومي المصري وتحديدا هذه النقطة التي تهم المواطن المصري دلوقتي يمكن أكتر من أي شيء تاني، بجانب طبعا التنمية والاقتصاد، لأنه العالم كله بيشهد هذه الأزمة الاقتصادية وليس مصر فقط، بل بالعكس مصر في ظل أزمات اقتصادية كبيرة كانت بتعمل على التنمية زي ما شفنا في كورونا، كانت من ضمن البلدان القليلة اللي عملت على التنمية. طب لو بنتكلم عن الأمن القومي المصري واللي بتشهده منطقة الشرق الأوسط دلوقتي في ظل الانتخابات، فخامة الرئيس السيسي كان له بعد نظر كبير جدا وواسع الأفق عندما قام بتحديث الجيش المصري بالأسلحة المتنوعة من كافة الدول حتى يكون لمصر جيش قوي قادر على مواجهة كافة التحديات ويقوم قوة ردع غاشمة ضد من تسول له نفسه المساس بتراب هذه الأرض التي ارتوت بدماء المصريين والتي حاربنا من أجلها ومن أجل الحفاظ عليها. لهذا كان لابد من تحديث الجيش ورفع قدراته العسكرية بما يضمن الوجود المصري القوي على الخريطة. هذا الجيش بالتأكيد. طب لو بنتحدث عن في نفس النقطة عن الأمن القومي المصري، بنتكلم عن الانتخابات، كيف يمثل هذا المحور في الانتخابات المصرية القادمة دور مهم جدا، وإزاي المرشحين الأربعة من وجهة نظرك بيحملوا على عاتقهم مسؤولية كبيرة جدا، إن ده من أهم الحاجات اللي مستنيها المواطن المصري منه؟ بالقطع الجميع تناسى الآن الظروف الاقتصادية والأسعار وخلافه. الجميع أيقن أن الوطن هو الأغلى، الوطن هو الأهم، الوطن هو السقف والبيت الذي يستطيع أن يجمعنا تحت لوائه، لأن الأمن والأمان سلعة غالية لا يمكن إهمالها، لأن الأوطان لا تكون إلا بالأمن والأمان، لأن بالأمن والأمان يكون الاقتصاد ويكون الاستقرار السياسي وتكون السيادة وتكون الدولة والعمق الاستراتيجي للأمن القوم العربي من خلال تكاتف كل الجهود وتكاتف كل القوى وارتباط. طب أستاذ طارق، بمتابعة حضرتك من خلال الحزب للمواطنين المصريين، وكيف يمكننا أن نزيد الوعي تجاه المشاركة في هذه الانتخابات الهامة والنقطة الفارقة في طريق الوطن؟ بالقطع إحنا كحزب الأحرار الاشتراكيين عملنا عدة لقاءات مهمة جدا وعدة مؤتمرات مع تحالف الأحزاب المصرية، وقلنا خلال هذه المؤتمرات وخلال اللقاءات الجماهيرية والشعبية اللي احنا شاركنا فيها بضرورة خروج المواطنين المصريين إلى صناديق الانتخاب والإدلاء بالصوت، لأن الصوت ده أمر مهم جدا، لأن هو ده الصورة الحقيقية لرسم خريطة للديمقراطية وإعلاء من شأن الحريات وتفعيل لما
جاء بالدستور وبالقانون أن السيادة للشعب، وأن الكلمة الفصل في اختيار المرشح هي للشعب، لأن الشعب مصدر السلطات. وهذا هو شعار حزب الأحرار الاشتراكيين منذ أن أسس عام 1977 حتى تاريخه. إلا أننا نقول ونؤكد بأننا في حزب الأحرار الاشتراكيين وفي تحالف الأحزاب الأحزاب المصرية أننا أوجزنا الاختيار ووجهنا بوصلة الاختيار إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع احترامي لكل المرشحين وكل منهم له إعزاز وتقدير خاص منا، لكن الوطن يحتاج هذا الرجل الذي بدأ مشوار ورسم خريطة التنمية والبناء، ولابد أن يستكملها من أجل شعب مصر ومن أجل الدولة المصرية وسيادة الدولة المصرية وسلامة أراضيها. هذا الرجل الذي سبق عصره، هذا الرجل الذي قدم لمصر ما لم يقدمه أحد من قبله. لننظر عدد المدن الجديدة التي أقيمت حتى أضاف الاقتصاد القومي أصول متنوعة. بالتأكيد الأستاذ طارق درويش جديدة. رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنا بشكر حضرتك، أكيد وصلت الفكرة يا فندم. بالتأكيد يعني إنجازات كبيرة للقيادة السياسية المصرية. ونكمل معكم هذه التغطية ولكن بعد هذا العرض. تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا مساء اليوم بمحافظة الفيوم، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي ومحاوره. حيث أعلنت الحملة أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من المؤتمرات والتي تعقد للتعريب بالبرنامج الانتخابي للمرشح. وأوضحت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أنه سيجري عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي خلال المؤتمرات بمحاوره الثلاثة: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وللمزيد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادية الديمقراطي. أهلا بحضرتك وسهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني بنتحدث عن انطلاق الانتخابات الرئاسية ويعني قرب انطلاقها، عندنا أربع مرشحين في هذه الانتخابات، عندنا مرشح مستقل، عندنا ثلاثة مرشحين يحملوا أيديولوجيات مختلفة، هم على رأس أحزاب مهمة في مصر وكبيرة. يعني بنشهد انتخابات حرة ونزيهة بشكل تعددي، دي خامس انتخابات في مصر. شايف إزاي الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر؟ وشايف ازاي وعي المواطنين، وازاي المواطن المصري يبقى عنده وعي للمشاركه في هذه الانتخابات وانه صوته يفرق؟
هي بصراحة الانتخابات العام الحالي انتخابات في مناخ ديمقراطي، في مناخ بصراحة ما لم تشهده مصر من قبل في مناخ الديمقراطية والحرية للمنافسين ان هم بيمارسوا حياتهم على اكمل وجه من حيث الديمقراطية، وكل واحد يعرض البرنامج بتاعه. احنا عندنا يعني 4 متنافسين على الرئاسة، على الرئاسة في حزبين اللي هو الوفد طبعا بالعلاقة بتاعته حزب عريق، كان الحزب ده بيشكل الحكومة في وقت من الوقت كتير جدا، وكان له شعبية جامدة جدا وجارفة، فله ثقل وله يعني مهما احنا قلنا الحزب الوفد ده له شعبية جامدة جدا لغاية الآن من قديم من 1919، يعني بتتحدث عن من أقدم الأحزاب المصرية. وشكل حكومة كتير جدا، يعني قام بتشكيل حكومة كتير جدا، يعني كان مصطفى النحاس وكان سعد زغلول، بصراحة كانت حاجة يعني بتقود مصر كلها وفي أزمات جامدة، فحزب الوفد ده له تقله جامد قوي. وعندنا حزب الليبرالي، حزب الوفد حزب الليبرالي، وعندنا حزب الأستاذ حزم عمر المنافس الثاني الشعب الجمهوري، فطبعا حزب الليبرالي برضه مع مجموعة من رجال الأعمال الناجحين جدا ولهم مشروعات كبيره جدا في الدوله وبيشهد نجاحهم، فعشان كده الشعب قدامه يعني زي ما بيقولوا تشكيله كويسه جدا جدا ممكن يختار منها. وفي كمان عندنا الاستاذ فريد زهران ده حزب يساري، ففي طبعا تنوع في الافكار كلها، والاستاذ فريد زهران كان بيمثل حزب المصري الديمقراطي الانفيد، الاستاذ ابو الغار ده كان معارض قوي جدا ومعارض شرس للدوله من زمان، والاستاذ فريد بيكمل المسيره، فعشان كده في تنوع، في تنوع يعني في 2 ليبرالي، في 1 يساري، في احزاب لها شعبيه جامده جدا، في احزاب طالعه جديده زي شعب الجمهوري والفريق زهران، لكن لهم ثقلهم في الشارع وفي الحياه الموجوده، يعني من رجال الاعمال والفكر اليساري والمعارضه الجامده لهم شعبيه جامده. الشعب المصري قدامه حاجه كويسه جدا ان هو يختار ما بينهم اللي هو عايزه. البرنامج اللي دور الاحزاب يا فندم في حشد المواطنين ودعوتهم للمشاركه باحساسهم ان صوتهم يفرق ومؤثر، وان هذه الانتخابات مهمه جدا في ظل كل ما يحدث في هذه المنطقه، منطقه الشرق الاوسط واهميه مصر كدوله في هذه المنطقه، وكل ما يحدث من تحديات، غير طبعا التحدي الاقتصادي الكبير اللي بيواجه العالم كله مش مصر بس. الحقيقه هي طبعا هي مصر اصلا كمان مستهدفه من قديم الازل، ان هم مصر عمود الخيمة للأمة العربية بل لأفريقيا كلها، فبيحاولوا يوقعوها بشتى الطرق، من احدى الطرق دي كمان اللي هي الدعاية الانتخابية، من حيث يقولوا ان مفيش إقبال او كده، لكن الشعب المصري لازم يعرف، والجمهور والشباب، احنا الحمد لله زي ما شفنا الحوار الوطني ده عمل طفرة جامدة جدا وعمل وعي للناس، والناس شافت مدى الحرية اللي موجودة في الحوار الوطني، فيعني الشباب مقبل عليها. احنا شفنا ان اكبر نسبة شاركت في الحوار الوطني كانت نسبة الشباب، فدي حاجه مبشره بالخير جامد جدا، واحنا بنعمل مؤتمرات كتير جدا لتوعيه الشباب، احنا بنقول لهم ان الجندي على الجبهه مع السلاح اللي هو بيدافع بيه عن الوطن، انت هنا كنظام مجتمعي وكنظام احنا مدين على معاهدات دوليه وحقوق انسان، انت سلاحك يا مواطن يا مصري الالم، ان انت بالالم ده تروح لجنه الانتخابات وتدي صوتك، ما تحاولش ان انت تكسل او ما تروحش، دي بتدي لاعداء الوطن في الخارج يقولوا ان هم مش بيجبروا على الانتخابات، مش بيعملوا، فانت سلاحك في الوطن، المواطن المصري سلاحه هو القلم، انت في الانتخابات دي اكنك جندي على الجبهه، بدل ما تشيل سلاح انت شايل قلم، تروح اللجنه اختار اي حد من الاربعه، يعني انما كون ان انت ما تروحش دي مش عايزين الموضوع ده يحصل. احنا دلوقتي داخلين على الجمهوريه الجديده، الجمهوريه الجديده ديمقراطيه حقيقيه مدنيه صح 100%، في حوار ديمقراطي، الحوار الوطني ده عمل طفره جامده جدا، نستغل الفرصه اللي قدمها رساله الرئيس للحياه الديمقراطيه، الاحزاب دلوقتي بقت قويه، احنا بينا موجودين في الشارع، ما كانش بناخد الحريه دي قبل كده، بنطلع في الاعلام، بدينا نطلع عند حضرتك في الاكسترنيوز، بطلع على القنوات الثانيه كلها، ف
حتى قرار الشركة المتحدة بإعطاء 100 دقيقة لكل مرشح يعني بتقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وإعطائهم فرصة للإعلان عن برنامجهم الانتخابي بنشوف ده. طيب لو اتكلمنا عن نقطة يا أستاذ حسن، كيف يرى الغرب الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 في ظل ما أحدثته القيادة السياسية المصرية على مدار فترتين من تكسير كل طموحات أي دولة على كسر شوكة مصر في المنطقة بالتنمية بالاقتصاد بالمشروعات التنموية، بتحديها أزمة كورونا، بتحديها بوقوفها جنب أشقائنا الفلسطينيين، بموقفها الكبير أكتر دولة قدمت مساعدات حتى الآن، وده واجب طبعا على القيادة السياسية المصرية وعلى مصر، لأن زي ما دايما بيقول الرئيس أن دي قضية القضايا بالنسبة لمصر. بتشوف هم بيشوفوا الانتخابات دي إزاي؟ هو بالنسبة للقضية الفلسطينية احنا من سنة 48 واقفين مع فلسطين بالتأكيد، وإلى يومنا هذا لم نتأخر أبدا. مين اللي كان أيام السادات الله يرحمه لما قال لهم تعالوا خدوا أكتر من نص الأرض وهم رفضوا، بعد كده في معاهدات سلام، مين اللي كان بيطول الملف ده كله، مين اللي اصلاح بين فتح وحماس، مين اللي بدل المسادات؟ لغاية النهاردة مصر هي القوية، هي عمود الخيمة للأمة العربية. احنا شايفين البلاد العربية كلها عاملة ازاي، ليبيا عاملة ازاي، السودان، العراق، كل الجاليات، اليمن قاعدين هنا واستقروا حياتهم. طب يا فندم ازاي العالم بيشوف الانتخابات دي في ظل كل هذه التحديات؟ اول ان هو يعني مصر طبعا كان في ازمه كورونا وبعديها ازمه روسيا اوكرانيا، والعالم كله كان بيعاني الامرين، احنا في مصر عانينا، ولكن الحمد لله الرئيس خد القرار القوي ان هو يكمل في التنميه الشامله الى جانب الأزمات اللي كانت موجودة دي. فدي طبعا عندنا منتفرخ، احنا شايفين الكباري، شايفين الطرق والمواصلات، شايفين ربط المدن بعضها ببعض، شايفين الطرق العريضة دلوقتي كلها اتربطت، المينا بالمدن الصناعية بقى في طرق خطوط عرضية وطولية ماسكة من أول أسوان لغاية العالمين، مدن جديدة كلها مدن صناعية. فدي طبعا يعني زي بيقولوا احنا كنا بنعاني، انجلترا مثلا كان جاء عليهم وقت بيقولوا احنا يا إما تاكلوا يا إما تتدفوا، احنا هنا ما كانش فيه الحاجات دي، بالعكس احنا ودينا معونات وقت ازمه كورونا لايطاليا ودول كثيره في المنطقه. طيب استاذ حسن، وجود حضرتك على راس حزب في مصر، بتشوف دور الاحزاب ازاي يكون مؤثر على الارض في توعيه المواطن المصري للذهاب الى صناديق الاقتراع، في سواء المواطنين المصريين اللي عايشين في الخارج لانتخاباتهم هتبدا قريب، او المصريين المواطنين المصريين في مصر يعني الانتخابات هتكون في شهر ديسمبر، بتشوف دور الاحزاب ازاي؟ احنا عندنا الوطنيه وعندنا الشهامه، انت يا مواطن يا مصري شهامتك لما مش لازم لما تقوم حرب فقط تجري على الجبهه وعايز تضحي بروحك وكده، انت دلوقتي احنا الانتخابات دي سياسه وده المجتمع كله واحنا واخدين اتفاقيات دوليه على كده، فانت يا شاب لازم السلاح بتاعك دلوقتي هو القلم، هو ان انت تذهب الى صندوق الاقتراع وتدلي بصوتك، ده السلاح، مش كل حاجه على الجبهه، لا احنا بنزرع والعمال في المصانع والفلاحين في الارض، كل ده احنا كأننا جنود على الجبهة، الجبهة كل المصريين، الجبهة دلوقتي والعالم كله عايز مصر تقع، لأن مصر هي عمود الخيمة للأمة العربية كلها، هي اللي ساندة البلاد العربية كلها، وهي اللي تقدر تدافع عن أي بلد. وسيادة الرئيس قال إن احنا أي بلد هتعاني مسافة السكة هنكون عندها، ففعلا كل الجاليات بتقول احنا حاسين بالأمان في مصر، مصر هي القوة بتاعتنا وهي قوة الرياضة، عشان كده عاملة قلق بالتأكيد كله. بالتأكيد وصلت الفكرة أستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. وكان المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد أمس مؤتمر انتخابي بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة لعرض برنامجه الانتخابي، وذلك بحضور عدد من أعضاء وقيادات حملته الانتخابية والحزب المصري الديمقراطي، كما عقد المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري أولى مؤتمراته الانتخابية أمس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر لعرض برنامجه الانتخابي ومناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، فضلا عن طرح ومناقشة الحلول والتي يقدمها البرنامج بما فيها ما يخص تلك المشكلات. حضر المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري بمحافظات قطاع شرق الدلتا، وأعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر إن مؤتمر أمس سيكون بداية لثلاثة مؤتمرات أخرى سيتم عقدها كل جمعة على التوالي، وذلك استعدادا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.
وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا المستشار جمال التهامي رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. أهلا يا أستاذة شهادة وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك في هذه التغطية. بنتحدث عن الانتخابات الرئاسية 2024، هذا حديث المواطن المصري وحديث الشارع. بنتكلم عن انتخابات هي الخمسة، انتخابات تعددية رقم خمسة في تاريخ مصر. بنتحدث عن أربع مرشحين، مرشح مستقل وثلاثة مرشحين من أحزاب مصر، أيضا اتجاهات مختلفة، كل منهما له برنامج راحوا على المواطنين في هذه الفترة. شيء الانتخابات ازاي؟ هو الانتخابات المرة دي مختلفة عن كل الانتخابات السابقة، لان هنا في اربعة مرشحين بيتنافسوا على منصب رئيس جمهورية، منهم ثلاثة رؤساء احزاب، احزاب لها امانات كافة المحافظات ولها مؤيدينها، وهم لهم مؤيدينهم ولهم برامج انتخابية طرحوها على المواطنين، وبينافسوا منافسة شريفة. ثم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي هو رئيس الجمهورية الحالي، له برضو من إنجازاته التي مضى عليها 10 سنوات وتمت خلال 10 سنوات، وخطط مستقبلية للتنمية المستدامة. أكيد. كل ذلك تنافس يجعل الانتخابات حرة نزيهة داخل دولة ديمقراطية تتسم بالحقوق والحريات التي نص عليها دستور جمهورية مصر العربية في من خلال 35 مادة نص عليهم الدستور على الحقوق والحريات. مصر بما أنها رائدة في تطبيق مجال الحقوق والحريات وبتطبق أعلى معايير للحقوق والحريات، يعني نستطيع أن نقول أن الانتخابات سوف تجرى في جو ديمقراطي، جو تنافسي مريح للمواطنين، وذلك سوف يجعل المواطنين لديهم تفاعل إيجابي مع العملية الانتخابية، ويتوافدوا على صناديق الانتخاب خلال أيام الاقتراع لكي يدلوا أصواتهم ويختاروا رئيسهم بنفسهم. وبما إن هناك ثلاثة مرشحين رؤساء أحزاب لهم أحزابهم ولهم أجنداتهم ولهم برامجهم ولهم مؤيدينهم، برضو المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي هيتمسك مؤيدينه هيتمسكوا به وهيطلعوا الى صناديق الانتخاب يوم لكي يختاروا رئيسه بنفسهم، وسوف يكون هناك عرس انتخابي داخل جمهوريه مصر العربيه يشهد له العالم جميعا ان مصر تجري انتخابات في جو ديمقراطي حر طبقا للدستور والقانون. طب سيادة المستشار، احنا بنتكلم عن 65 مليون مواطن مصري ليهم الحق في التصويت في 10,085 مركز على مستوى الجمهورية. هذا الكم من المواطنين وهذا الكم من المقار وكل مرشح بيقدم برنامجه، دور الأحزاب في حشد المواطنين للقيام بحقهم الدستوري المهم في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ وعمر الوطن بكل ما يشهده من توتر على كل، يعني بنتحدث عن كل اتجاهات الوطن وكل حدود الوطن المصري عليها توترات سياسية، عندنا غزة، السودان، ليبيا، كل ما يحدث في المنطقة وفي العالم أيضا بيطال الدولة المصرية، ولكن عندنا قيادة سياسية طبعا قادرة أن هي تتصرف في هذه المواقف والجيش المصري بالتأكيد. إزاي نقدر أن احنا نوعي المواطنين بدورهم في الوقت المهم والحساس ده؟ هو بداية عدد من لهم حق التصويت 60% منهم في مرحلة الشباب، واحنا الحقيقة بنركز في مؤتمراتنا الانتخابية على الشباب، وبنحاول نقنع الشباب اقناع في المواجهة ونجري معه حوار وطني مصغر، لان الشباب اذا اقتنع فهو يفعل. دي ويقودها الشباب كافة بالنسبة لكافة المرشحين، لأن أنا أرى أن المرشحين المنافسين المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يركزوا على الشباب في هذه المرحلة ومخلين أمانات الشباب في أحزابهم مضطرقة في جميع ربوع مصر. فإذا إحنا برضو بنخاطب الشباب والشباب نقول له اطلع مارس حقك الدستوري
وحقك كمواطن واختار رئيسك بنفسك، لأن المشرع حس المواطن المصري على مباشرة الحقوق السياسية بنفسه. يعني النص كده استنهض المواطن لكي يباشر حقوقه السياسية بنفسه سواء بالترشيح أو بالانتخاب. هذا بجانب أن مصر الآن زي ما حضرتك ذكرتي يعني حدودها تكاد تكون ملتهبة، وآخرها القضية الفلسطينية وما نراه من إبادة جماعية للمحتل الصهيوني في الشعب الفلسطيني الأعزل، وموقف مصر الذي يعلو كافة المواقف في هذه المرحلة ويتزعمه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس جمهورية مصر العربية الآن. بالتأكيد. لأن القضية الفلسطينية تتبناها مصر منذ حوالي 75 عام، والقضية الفلسطينية تتبناها مصر الآن بأنها في جميع المنظمات الدولية وجميع المؤتمرات وبتراث الجميع العالم، والرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل جميع رؤساء العالم ووزراء خارجية العالم لكي يوقف هذا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. هذا بجانب أن مصر ترعى وصول جميع المساعدات إلى أبناء غزة في هذا القطاع الأعزل من خلال استطار العريش واستقبال المساعدات من كافة الدول في ثم نقلها إلى معبر رفح ثم نقلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة. بالتأكيد سيادة المستشار، يعني موقف القيادة السياسية المصرية من هذه القضية موقف واضح للجميع، وصلت الفكرة. المستشار جمال التهامي رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، عقد المرشح الرئاسي عبد الصمد يمامة رئيس حزب الوفد مؤتمرا انتخابيا في محافظة بورسعيد أمس، وذلك لعرض برنامجه في الانتخابات الرئاسية 2024 ورؤيته للفترة المقبلة، وعرض أبرز المحاور التي تناولها برنامجه الانتخابي أمام المواطنين واستقبال كافة تساؤلاتهم والإجابة عنها. وقال دكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي عبد الصمد يمامة إن المرشح الرئاسي حريص على أن يستعرض رؤيته للفترة المقبلة من عمر الوطن وخطته وبرنامجه الانتخابي مع المجتمع المصري بفئاته المختلفة، وذلك من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات الصحفية والجماهيرية. التقت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الجالية المصرية بالسعودية، وذلك ضمن جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا وأكدت وزيرة الهجرة خلال لقائها مع أبناء الجالية المصرية بالرياض على أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج الحق في اختيار القيادة السياسية والتي ستقود مصر عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفة أننا نقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين ونثق في حرص المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس مصر المقبل. وأضافت أن الوزارة تسعى إلى التحدث مع جميع الجاليات المصرية بالخارج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية لتعريف المصريين بالخارج بآليات الانتخاب ومقار التصويت والتي تنتشر في 138 مقرا انتخابيا بالخارج في القنصليات والسفارات المصرية. مشاهدينا الكرام، فصل قصير ونعود إلى هذه التغطية. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز، وبنخصصها على الحديث عن الانتخابات الرئاسية 2024. وللمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الوهاب أبو يوسف نائب المنسق العام لحملة مواطن بالخارج. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. بنتكلم عن الخبر اللي فات بتاع السيده وزيره الهجره وشؤون المصريين في الخارج وجولتها في اوروبا وعدد من الدول العربيه لحث المواطنين المصريين المقيمين في الخارج على دورهم وحقهم الدستوري المهم في هذه المرحله. بنتكلم عن عدد مش قليل من المصريين في الخارج في بعض الدول، يعني انا بتكلم مثلا عن الجاليه المصريه في السعوديه تعتبر من اكبر الجاليات المصريه في الوطن العربي، بنتكلم عن جاليات أخرى في أوروبا وأمريكا برضو جاليات كبيرة للمواطن المصري. بتشوف إزاي أهمية ودور المواطن المصري في هذه المرحلة اللي عايش بره؟ والله يا فندم حضرتك، دور المواطن المصري في دول خارجية لا يقل أهمية عن دور المواطن المصري داخل مصر، ما بال يزيد في بعض
الحاجات اللي هي بتساند الدولة المصرية الوطنية في الدفاع عن أمن القوم المصري، وبيكون ده بالحشد في الانتخابات. زائد ان انت عارفه حضرتك تحويلات المصريين بتشكل برضو بالتأكيد مهم جدا، مهم جدا في الاقتصاد المصري من الدخل القومي المصري. نعم، اللي عاوز اقوله حضرتك مصر بتمر بمرحله فارقه في الوقت الحالي، ودور المواطن المصري سواء في الداخل او في الخارج، وغالبا في الخارج بيكون افضل او اكثر اهميه في الوقت الحالي لدفاعه عن القضية المصرية في أمنها القومي. انت عارف حضرتك دلوقتي في الوقت الحالي المنطقة ملتهبة، بالتأكيد المنطقة الشرقية، وقبلها كانت المنطقة الغربية، وقبلها كانت المنطقة الجنوبية، وانت عارف حضرتك يعني معظم حدود مصر بالتأكيد ملتهبة. فالمواطن المصري في الوقت الحالي لازم يكون بيساند الدولة الوطنية المصرية ودفاعه باستماته في الوقت الحالي، ووجود الحشد المكثف الحالي في الانتخابات دي بالذات دور مهم جدا 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 للمواطن المصري. في نقطة مهمة جدا لازم ألفت نظر حضرتك فيها، وهي زيارة معالي الوزيرة أو جمعيتها الحالية في الدول العربية دي. طبعا بتدعم جهودنا كمؤتمر عمل وطني في عمليات الحشد وحث المواطنين على نزول الانتخابات، وفي نفس الوقت بتبرز دور الدولة في اهتمامها بالمواطن المصري في الخارج. ده يعني بيخلي المواطن المصري بيعتز ببلده، بيعتز بدوره الوطني، وبيقدم على انه يقدم خدمات اكثر في عمله الوطني تجاهه. اتفضلي. طيب بتشوف ازاي، بما ان حضرتك نائب المنسق العام لحمله مواطن بالخارج، بتشوف دور المصريين في الخارج وكيفيه اتصالهم ببعض؟ يعني الجاليات المصريه في الخارج على حد علمي هم جاليات متكاتفه جدا، ليهم مواعيد مقابلات، مشاكل معينه مع بعض بيحلوها، زيارات للمقار والسفارات، تواصل دائم مع وزاره الخارجيه ووزاره الهجره والمصريين والشؤون في الخارج. يعني ازاي بيكون دورهم في حشد بعضهم للذهاب الى هذه المقار واللي هم 138 مقر؟ في الحقيقة احنا كان لنا دور في 2018 و2014 قد كده بس في السابقة، وكان دور حشدنا احنا كحملات وطنية ان هي تحس المواطن بالنزول ومساعدته على الوصول للقنصليات والسفارات المصرية، كان دور بارز وكان واضح وملموس في الانتخابات السابقة. المرة دي احنا عقدنا عدة لقاءات زوم على مع الجاليات المصرية في كل الدول العربية تقريبا بشكل يومي، بننظم لهم عمليات الحجز ازاي، ننظموا وصولهم للسفارات والقنصليات في الخارج، زائد بعض الدعم الهجري اللي المفروض يكون لنا احنا حملة رسمية هي توصل المواطن للسفارة بتاعته، زائد ان قيام سفارات والقنصليات بدعمها لنا وتواجدها معانا على الارض وتسهيل بعض الامور بينا، ده شكل عام الفارق بينا في عمليات الحج. بالتاكيد الاستاذ عبد الوهاب ابو يوسف نائب المنسق العام لحمله مواطن بالخارج، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، كنت معكم في هذه التغطيه على مدار الساعه، انا شاهين عبد الرحيم، شكرا لكم شكرا جزيلا، ولكن ابقوا معنا دائما في كل تغطيه على شاشه اكسترا نيوز لمناقشه كل ما يحدث في العالم وفي الانتخابات الرئاسيه المصريه المقبله. شكرا لكم.